يقول عندي اصدقاء طلبوا مني قرضا ووعدوا بالزيادة عند القضاء بدون اشتراط مني ولا اتفاق على نسبة الزيادة. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، لأنهم وعدوك بالزيادة، الواجب تنكر عليهم، الواجب أنك تنكر عليهم تقول لهم لا هذا ما يجوز، أنا أقرضكم بدون زيادة، ما هو بتسكت، هذا إقرار لهم، إذا سكت أنت أقررتهم على الزيادة، هذا ما يجوز.